حبايب ماما سناء الغاليين اللي مسكرين، اقول لكل بنت وكل ولد من ولاد وكل اخت وكل اخ سأل عليا وكتب كومنت يسأل عليه، اقول له جزاكم الخير. كمان بيسألوا عليك يا ماما اولاده وحبايبي. احنا النهارده طالعين عشان نكملكم على ماما ونقول لكم ان هي كانت عامله حاجه في بيتنا. الحمد لله. الحمد لله يا حبايبي، جزاكم كل خير ورزقكم الخير في ولادكم وبناتكم في مالكم في صحتكم يا نور عين، ويبارك لي فيكم حبايبي. وانا يا غالي ما انا زي ما يسالوا عليا ما انا اسال على بناته وعلى اولاده وادعي له ربنا ما يحرمني منهم يا ولد. أنا بخير يا غالي، أنا كنت يا نور عيني حقنا في رجلية والحمد لله. ربنا يسعدكم وما دخل المرض في جسومكم ويصلح حالكم ويروق بالكم ويصلح حال أولاد كل الأولاد اللي متغربين ويرزقهم الخير ويرزق بناتي في بيوتهم وبنات اللي طالبين الدرية الصالحة يكرمهم بالدرية الصالحة ويديهم. وأقول لكل واحد خلي بالك من زوجتك، وأقول لكل وحدة خلي بالك من زوجك، وخلي بالك من صاحب السوق وصاحبة السوق، أوعوا صاحبات السوق يا نور عين. وصلوا على النبي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله بقت احسن من اول جديده. هنبدأ لكم يا غالي. شجعونا يا نور عين. يلا خشوا على ودونا واشتركوا يا حبايب. برضه يا ماما لو كل واحد فيهم عايزنا نعمل له مثلا نمثل له فكره عنده ويقول اي حاجه عند اي حد عاوز يعرضها ونعرضها من غير ما ندي حد بنقول اسم حد، يبعت لنا في كومنت يا نور عيني واحنا ما نتاخروش على اولادنا ولا بنات. بس استني بقى يا ماما، هم اللي هيخلونا نكمل معاهم لو هم شدوا معانا. ايوه وصلونا لا ما يشدوا، هم من يكسلوا بقى عن ان هم لا من غير ما اقول لهم يا صفاء بناتي واولادي هم سند. هم عندها ثقه فيهم، هم سندي انا عندي ثقه فيهم. يا ماما عندها ستة. يلا انا قاعدين لي 12000، قاعدين لي 12000. اللي ما مشتركش على قناه ماما سناء يخش على اليوتيوب ويشترك. ان شاء الله تشتركوا على الخير ويديكم الخير ويجعلكم سند ماما سناء. ماما سناء عامله زي السمكه ما تطلع من البحر، ما اقدرش اعيش من غيركم خالص. حياتي يا نور عين. يلا حبيبتي مع السلامه.